بيكم طلاب الصف الثاني الاعدادي، ميعادنا مع شرح اللغة الإنجليزية الترم الأول، المنهج الجديد. والمنهج الجديد ده طبعا في اللغة الإنجليزية ممتع جدا وجميل جدا. هنبدأ مع بعض أول يونت معانا Coming Home، وأحب أقول لكم وأفكركم إن كل يونت معانا بيبقى فيه 4 فيديوهات، كل فيديو بيبقى فيه 2 ليسون، والفيديو الأخير بيبقى ملخص لليونت وكمان تيست أو امتحان على اليونت عشان خاطر تتدرب على كل حاجة احنا خدناها. أتمنى لكم كل التوفيق. نبدأ مع بعض ليسون 1 و 2 في يونت 1. يونت 1 بيتكلم عن coming home أو الوصول للمنزل. coming home، تعال ناخد الفوكابلريز معانا الجميلة بتاعتنا. صوفا، صوفا، صوفا طبعا يعني ايه؟ مقعد او اريكة. ديلي روتين، ديلي روتين يعني الروتين اليومي او الحاجات اللي انا بعملها كل يوم. ديلي روتين، كلمة ديلي يعني يومي. تكست، تكست معناها نص. يعني ايه نص؟ يعني شايفين احنا مثلا الكلام المكتوب ده قدامنا ده بنسميه تكست، تكست يعني نص. وميجي كمان لما بتيجي as a verb معناها يراسل او يبعت رسالة. يعني لما يجي يقول مثلا تكست مي يعني يبعت لي رسالة او راسلني، تمام. parents، parents طبعا اللي هي الوالدين. بيكرز، بيكرز اللي هو المخبز. كلمة بيكر بس يعني خباز، بيكر ابوستروف اس اللي هو المخبز. بلوج يعني مدونة. يعني ايه مدونة؟ يعني حاجات بتبقى على الانترنت مثلا كده، صفحات على الانترنت بيبقى بيدون فيها او بيكتب فيها مقالات. المكان اللي بيكتب فيه مقالات او حاجات معينة دي بسميها بلوج، تمام. additional vocabularies، حاجات مهمة طبعا. breakfast، lunch، dinner، طبعا دي التلات وجبات الاساسية، breakfast و lunch و dinner. عندنا free time، free time اللي هو وقت الفراغ. block of flats، block of flats يعني عمارة سكنية. كلمة flat معناها شقة، وكلمة block اللي هو البلوك او مجموعة من، block of flats يعني مجموعة من الشقق او اللي هي بيسموها عمارة، تمام. hospital طبعا مستشفى، hospital. interview، interview يعني مقابلة، مقابلة صحفية. interview. always يعني دايما، usually عادة. طب ايه الفرق ما بينهم؟ always يعني بيحصل على طول دايما بشكل دايم بشكل مستمر. usually يعني بيحصل في العادي او من وقت لاخر بس بصورة كبيرة طبعا. طيب hobbies، hobbies معناها هوايات، مفردها hobby. interests يعني اهتمامات، مفردها interest يعني اهتمام، اهتماماتي انا my interests يعني اهتماماتي. school subjects، school subjects اللي هي المواد الدراسية. coffee، coffee اللي هي القهوة طبعا. lesson، درس او حصة. lesson. prefer، prefer يعني يفضل. يعني مثلا I prefer tea، I prefer tea يعني بفضل مثلا I prefer to drink tea، بفضل شرب الشاي مثلا. person، person يعني شخص. grandma اللي هي الجدة اللي هي grandmother يعني، بس طبعا abbreviation ليها او اختصار. fun، fun يعني مرح او متعة. اقول مثلا it's fun او for fun، for fun يعني للمرح او المتعة. computer games، computer games اللي هي العاب الكمبيوتر. everyone يعني الجميع او الكل. everyone. holiday، holiday يعني اجازة. study، study يدرس او يذاكر. study. work يعمل او عمل. يعني مثلا نقول ايه I work hard يعني انا بعمل بجد. اقول مثلا my work is good، عملي جيد. my work فهنا بتيجي as a noun and ايه as a verb، فهنا work بمعنى يعمل او ايه او عمل. sometimes طبعا احيانا و never ابدا. فهنا عندنا 4 ظروف معينة. always دي اقصى حاجة بتحصل، بعد كده usually اقل منها شوية. often يعني غالبا، بيحصل كتير. rarely نادرا، ما بيحصل. sometimes احيانا. never ما بيحصلش ابدا ابدا. طيب ندخل بعد كده على conjugations of irregular verbs او تصريف الافعال الشاذة. عندنا طبعا احنا عارفين ان الفعل بيبقى في البريزنت او في المضارع، بيبقى ليه تصريف في الباست او الماضي، وكمان البي بي او التصريف الثالث باست بارتيسيبل. عندنا مثلا فعل زي leave،
الماضي منه left والتصريف الثالث left. spend الماضي منه spent والتصريف الثالث spent برضو. take الماضي منه talk والتصريف الثالث taken، والأفعال دي مهمة جدا 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 لازم ابقى بحافظها كويس قوي. sit يعني يجلس، اقول لك sit down مثلا، الماضي منها sat والتصريف الثالث sat. read الماضي منها read والتصريف الثالث read. هتقول لي ايه ده، ما read read read، لا المفاجأة بقى ان النطق بتاع كلمة read في الماضي بتبقى read، تمام، التصريف الثالث بيبقى read. فهنا في المضارع بقول read، في الماضي نفس الحروف ونفس كل حاجة بس النطق بيختلف بتبقى read، تمام. خلي بالكم الموضوع ده طبعا وانتوا بتتكلموا، لكن طبعا في الامتحان او في الكتابة مش بتفرق طبعا خالص لان الكلمة واحد، لكن النطق بيفرق طبعا في تعلمك للغة. read read read. طيب buy يشتري، ماضي منها bought والجي اتش هنا silent، bought والتصريف الثالث bought. come يأتي، ماضي منها came التصريف الثالث come. شايفين هنا التصريف الثالث زي المضارع بالظبط، come. طيب see يعني يرى، الماضي منها saw والتصريف الثالث سين. وكلمة سو هنا اللي الماضي منها، كلمة سو دي معناها يعني شاف بس، يعني أرى في الماضي، وبتيجي كمان بمعنى كلمة منشار يعني سو، تمام. drink يعني يشرب، الماضي منها drank والتصريف الثالث drunk. كلمة eat يأكل، الماضي منها ate والتصريف الثالث eaten، eaten، تمام. ندخل على الكلمة والعكس بتاعها، words and opposites، الكلمة وعكسها. طبعا كلمة late عكسها early مبكرا، true عكسها طبعا ايه false. the same as يعني مثل تماما، اقول مثلا احمد is the same as عمر، مثله تماما. عكسها different to يعني مختلف عن، يقول احمد is different to عمر مثلا، تمام. لكن ممكن اقول هنا the same، اقول احمد is the same as عمر، different to، احمد is different to ايه عمر، مختلف عن، different to. طيب important مهم عكسها unimportant. sit طبعا عكسها stand. come home عكسها leave home، come home يجي للمنزل، يعود للمنزل، leave home يغادر المنزل. طيب في confusing words او كلمات احنا بتلخبط فيها عشان متشابهه جدا، زي كلمه daily معناها يوميا، اقول daily routine مثلا، الروتين اليومي daily. في كلمه dairy يعني منتجات الالبان، زي dairy milk كده، تمام. sofa اريكه او مقعد، كنبه يعني. كلمه safe يعني آمن. كافي قهوة، في كافيه اللي هي الكافيتيريا، كافي وكافيه. listen listen طبعا هنا معناها يستمع او ينصت إلى، وهنا تيت سايلنت تنطقش، تمام. في propositions and expressions طبعا دي مهمة جدا جدا جدا. البروبوزيشنز حروف الجر طبعا، وفي تعبيرات لازم تتحفظ زي ما هي وتبقى معروفه زي ما هي، حاجه ممتعه جدا طبعا. have lunch at school، have lunch يعني يتناول الغداء، at school يتناول الغداء فين، في المدرسه. have lunch. help to make dinner، make يعني يصنع ويجهز، help to make dinner يعني ساعد في تجهيز الايه العشاء. read on the sofa، read on يقرأ على الايه الأريكة، read on the sofa. live with يعني يعيش مع، اقول مثلا ايه I live with my parents، يعني انا بعيش مع ايه والد ووالدتي، my parents. I live with يعيش مع. on her way to في طريقها الى، او on his way طبعا على حسب الشخص، اقول مثلا احمد is on his way to supermarket مثلا،
أو she is on her way to school، في طريقها إلى، on her way أو on his way أو on their way، تمام؟ أو on our way على حسب الفعل. That's why، that's why لهذا السبب يعني. أقول مثلا I get up early every day. That's why I go to school early. أذهب المدرسة إيه مبكرا. طيب text friends يعني يراسل الأصدقاء. text يعني يراسل طبعا. make dinner for، make for يصنع لأجل. make something for، make dinner for مثلا يصنع العشاء من أجل. make lunch for، make every anything for. make for، make for يعني يصنع لأجل. طيب at the weekend، at the weekend في عطلة نهاية، at تمام at the weekend في عطلة نهاية الأسبوع. spend time on، spend time يعني يقضي وقت في بقى، في إيه بقى؟ مثلا أقول I spend time on playing computer games، أنا بقضي وقت في اللعب computer games. طيب spend time on. take the bus، take the bus يعني استقل الأتوبيس أو ياخد الأتوبيس يعني. take the bus. on، on يعني إيه؟ on the right مثلا أقول على اليمين، لما يحب أقول على اليمين أو على الشمال أقول on. on the right، on the left، on the other side على الجانب الآخر، وهكذا. تمام. في verbs ونouns that go together، في طبعا فعل معانا فعل do وعندنا فعل get، فهنا do get بياخدوا بعض الكلمات التانية اللي طبعا بتكون فيها طبعا تعبير مهم، زي مثلا اقول ايه do homework، do homework يعني يعمل الواجب. do well يعني يؤدي بشكل جيد، يعني يعمل حاجة كويس يعني. do sports يعني يمارس رياضة، خلي بالنا من الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا. do homework مش make homework، خلي بالنا. do homework و do well مش make well. do sports مش make sports. do exercises يعني يعمل تمارينات، فهنا كلمة ايه يفعل شيء. do well، do homework، do sports، do exercise. طيب get، في get up يعني يستيقظ، في get home يعني يصل للمنزل، في get out يعني يخرج يطلع بره يعني get out. تمام. get to school يعني يصل للمدرسة. get to school. وطبعا get هنا ده فعل ممكن يتصرف في present، في past، في future، على حسب طبعا الجملة اللي أنا عايزها. هنخلي بالنا جدا جدا من الموضوع ده. do homework، do well، do sports، do exercise. get up، get home، get out، get to school. في daily activities انا بعملها كل يوم، تعال نشوف الديلي activities. help to make dinner، بساعد في عمل العشاء مثلا. help to make dinners. go to bed يعني يذهب لسرير او معناها ينام يعني. go to bed. listen to music يسمع موسيقى. listen to music. read on the sofa يعني يقرأ على الكنبة مثلا. text friends يبعث رسائل لأصدقاء. walk to school يعني يمشي للمدرسة. walk to يعني يتمشى إلى ويمشي إلى. walk to school. do homework يعني يعمل الواجب طبعا. play chess، play chess يعني يلعب شطرنج. في كمان play sports يعني يلعب رياضة معينة. take photos يعني صور او يلتقط صور، ودي طبعا ما اقصرها يعني. في كمان عندنا language notes او ملاحظات لغوية مهمة جدا. كلمة way و away ايه الفرق ما بينهم؟ كلمة way معناها طريق او طريقة، زي ما قلت مثلا on her way to، تمام. و away يعني بعيدا، يعني حاجة بعيدة. طيب way أقول مثلا أقول I met Nabil on my way to school. on my way to school في طريقي إلى المدرسة. I met Nabil on my way to school. لكن كلمة away معناها بعيدا. أقول مثلا stay away from the fire يعني ابقى بعيدا عن إيه؟ عن النار. stay away يعني ابقى بعيدا.
تمام. في عندنا كمان كلمة روتين وهابت. روتين يعني حاجة يومية، حاجة روتينية بتحصل عادة يعني، وهابت معناها عادة. فكلمة روتين مثلا زي ما أقول my daily routine starts early around 6 a.m. الروتين اليوم بتاعي بيبدأ بدري، بيبدأ حوالي الساعة 6 صباحا. لكن كلمة smoking is a bad habit، لكن هنا smoking دي عادة، في عادات، في عادات حلوة، في عادات مثلا واحد مثلا biting his nails، بياكل في ضوافره كده على طول، دي عادة. واحد بيدخن، دي عادة، تمام. لكن واحد بيصحى بدري على طول، دي طبعا ده روتين، او واحد بيروح الشغل يوميا ده روتين، تمام. ده الفرق ما بين كلمة روتين وهابت. طيب on او to the right، our car is on the right، على اليمين، of that white van. on the right او to the right، to the right يعني جنبها، on the right على اليمين، on the right of something او to the right of something. طبعا right ممكن تبقى left، شمال، مش مشكلة، on the left او to the left. help to يعني يساعد، ويجي بعدها الفعل في المصدر، help to المصدر، في help to زائد المصدر، وفي help حاجة بتيجي بعدها وتوز المصدر، وفي help حتى كده بعدها والمصدر على طول، وفي help with والاسم. تعال ناخد واحدة واحدة كده مع بعض. help to المصدر على طول، اقول ايه؟ I often help to make dinner، انا دايما بساعد ليه في عمل الايه؟ في تجهيز العشاء. طيب she helps her mother to clean the house، ده الصيغة التانية دي، help someone to، help someone بعد كده ايه؟ فعل في المصدر. help مثلا she helps her mother his mother to clean the house. الصيغه الثالثه help شخص وبعد كده المصدر، اقول مثلا ايه she helps her mother clean the house. هنا بص شلت تو هنا عادي ما فيش مشكله خالص، فهنا دي صيغه ودي صيغه ثانيه، هم الاثنين صح. الصيغه الثالثه help someone واحد يعني with، she helps her mother with cleaning، بس بيجي بعدها اسم او verb ing، she helps her mother with cleaning، ساعتها في ايه with cleaning the house، تمام. فهنا اول حاجة have to، help to، sorry help to يجي بعدها فعل في المصدر، او help وشخص وto المصدر، او help وشخص والمصدر على طول، او help وشخص with زائد اسم او verb ing، she helps her mother with cleaning the house. ناخد طبعا ده موجود في student book reading، قطعة reading الموجودة في student book عندك، تكلم عن نفسك. والنهاردة ازاي نتعلم نتكلم عن نفسك، تقول معلومات عن نفسك. طبعا هنقول دي مريم، تقول I am مريم، my daily routine، الروتين بتاع اليومي، is the same every school day، نفسه هو بتاع يوم المدرسة. I always get up at 6 at half past 6، بصحى الساعة 6:30 in the morning. My mom always makes my breakfast، my mom makes my breakfast، دايما بتجهز الفطار بتاعي. I go to school by bus، I go to school by bus، بروح بالأتوبيس. With my friend، مع صديقي أو صديقتي دينا. Sometimes we listen to، أحيانا بنسمع للموسيقى. My parents work at the hospital، طبعا والدي والدتي بيشتغلوا في المستشفى. they get home، بيوصل المنزل امتى؟ late، متاخرين. so I often help to make dinner، I often help to make dinner، انا بساعد دايما في ايه؟ في عمل طبعا العشاء، help to make dinner. in the evening، في المساء، I do my homework، I do my homework، بعمل الواجب بتاعي. read on the sofa، بقرا كمان على الاريكه بتاعتي او الكنبه. watch tv and text my friends، then I go to bed، وبعد كده بروح انام. هنا your turn بقى، كل واحد يتكلم عن الروتين اليوم بتاعه. ممكن توقف الفيديو وتطلع ورقه وقلم وتكتب بالظبط كده زي ما مريم بتقول، وكل واحد يقول زي ما هو بيعمل بالظبط. حتى لو انت هتقول نفس الكلام وتغير في حاجات بسيطه مفيش مشكله،
يعني تغير مثلا my parents work at factory مثلا، في مصنع او يشتغل في اي حاجه، كل واحد او في مدرسه كل واحد يقول المناسب ليه. المهم تتعلم تكتب باراجراف عن نفسك، هو الباراجراف قدامك، طلع ورقه والقلم، تغير ايام فلان my daily routine is the same every day I always get up at بدل 6:30 مثلا تخليها 7 مثلا in the morning. اقول لك ليه بتعمل كده، هتقول لي طب ما انت كده بتنقل، اقول لك لا، ما هي الفكره ان انت لما تكتب بايدك وبتكتب الجمل بايدك تقدر تتعود على فكره ان انت تبدع وتكتب، وفكره ان انت كمان تبقى فاهم وتحاول تعبر عن اللي جواك باللغه، تمام؟ عشان خاطر كمان لما يجي يقول لك اكتب باراجراف عن الروتين اليومي بتاعك، هتكتب باراجراف زي كده بالظبط، تمام؟ اتمنى لك كل التوفيق طبعا. تمام، في قطعه ريدنج ثانيه، my best friend's family، طبعا عيلة البيست فريند بتاعتي او عيلة صديق المفضل. Hi everyone, today's interview is with my best friend شريفة and her family. الانترفيو بتاعي النهاردة مع صديقتي المفضلة شريفة وعائلتها. Here is a photo of us. دي صورة لينا. Photo of صورة لينا. Photo of us صورة لينا. شريفة's on the right. شريفة موجودة على اليمين اهي. شريفة هتبدأ بقى تسأل اسئلة. How many people are in your family؟ كم شخص في العيلة بتاعتك؟ ردت عليها قالت لها there are 5 people، 5 اشخاص. Me, mom, dad and my 2 brothers، انا وامي واختي ووالدي واثنين اخواتي. When do you get up؟ بتصحى الساعة كام؟ When do you get up؟ بتصحى الساعة كام؟ I usually get up at half past six. بصحى الساعة 6:30. And help mom make breakfast. وبساعد ماما ان هي بتحضر الفطار. My brothers help too. اخواتي بيساعدونا كمان. My father starts work very early. بيبدأ والدي يشتغل بدري. So he leaves home before we get up. هو دايما بيصحى بيروح الشغل قبل ما نصحى يعني. That's why، لهذا السبب. That's why he doesn't have breakfast with us. هو ما بيفطرش معانا. He eats when he gets to work. He eats when he gets to work. هو بياكل لما gets to work، لما بيوصل الشغل. I walk to امشي الى الايه المدرسه with my brothers، مع اخواتي. ساعتها سؤال تاني، do you like to study؟ هل بتحب تدرسي الدراسه؟ yes I do، my favorite subject is English، مادتي المفضله انجليزي. what do you do in the evening؟ what do you do in the evening؟ بتعملي بالليل. I often listen to music، بسمع موسيقى. my dad and I sometimes play chess، انا ودادي عادة بنلعب تشيس شطرنج. my brothers always watch TV and my mom usually reads، دايما بتقرا. your turn، دورك انت بقى تجاوب على الاسئله دي زي دول بالظبط كده اهو. when do you get up؟ كل واحد يجاوب على حسب القطعة قدامه وقف الفيديو، ويا ريت تجاوب على الاسئله دي، تمام؟ when do you get up؟ do you like to study؟ what do you do in the evening؟ how many people are in your family؟ do you help to make dinner؟ كل الأسئلة دي يا ريت تجاوبوا عليها عشان تتدربوا على كده. طبعا هي متجاوبه هنا بصيغه طبعا الشريفه وصاحبتها، لكن كل واحد بيقول اللي هو بيعمله. طيب هنا اكسرسايز مهمه جدا، choose a correct answer from A B C or D. my daily space is the same every day school. Every school day. طبعا my daily ايه؟ my daily routine. تمام؟ I go to school a bus with my friend. طبعا I go to school ايه؟ by bus. بالاتوبيس. my parents get a late. get طبعا at home ولا get to home ولا get home ولا in home. طبعا my اللي احنا خدناها get home يعني يصل المنزل get home على طول، مش get to home، خلي بالكوا get home على طول اللي احنا لسه واخدينها هنا وافكركوا بيها اهو، اللي خدنا ساعة ما خدنا get اهو، خدنا get home على طول اهي، افتكر تمام.
السؤال اللي بعده. I go to the baker's with my mother. أنا بروح المخبز مع والدتي. We always buy bread in the morning. طبعا with my mother. Daily يوميا. There are space people in my family. Me, mom, dad, and my little brother. طبعا هنا في كم واحد؟ أهو. Me, mom, dad, and my little brother. يبقى كده إيه؟ 4. تمام. Come and sit on this. It's comfortable. طبعا this إيه؟ sofa. My brothers always إيه؟ TV. طبعا always إيه؟ watch TV. I saw Ahmed's father on his to work this morning. طبعا on his on his way. I walk to school. Space my brother. I walk to school طبعا I walk to school with my brother my brothers مع اخواتي. My brother always space me with my school work. طبعا always helps me. Always helps me. وليه helps؟ طبعا عشان my brother مفرد. طيب. She has a أو الآن with a actress اللي هي إيه ممثل أو ممثلة. She has طبعا إيه interview. She has an interview with the actress. Can you take a space of me and Adil? طبعا can you take إيه can you take a photo؟ تقدر تاخد صورة ليا وأنا وعادل. تمام. في الاستراكشرز معانا اللي هي الظروف اللي احنا خدناها والحاجات اللي دايما اللي بتحصل ده الجزء ده طبعا. وبعد كده هنخش على الاكسرسايزز بتاعتنا. ده اخر جزء في الحصه بتاعتنا. هناخد adverbs of frequency او ظروف التكرار, حاجه بتحصل على طول يعني او فتره معينه. always دايما, ابص على طول دايما يوميا وكل وقت. I always have breakfast with breakfast early. He always gets up late on holiday. Usually عادة يعني عادة هو usually بس في حتة فاضية اهي يعني مش كل يوم مش كل وقت بس عادة بتحصل. Ali usually walks to school. My sister usually takes a nap. كلمة nap يعني غفوة. الواحد يجي مثلا يقايل كده او ياخد غفوة كده. nap. تمام؟ often يعني غالبا. ثلاث نجوم اهو. Sammy often listens to music. Sammy often listens to music. I often visit my uncle on Friday. Sometimes بقى أحيانا. ناخد نجمتين بس. My family sometimes goes out. خرجوا بره. Sam sometimes drives a sports car. تمام؟ Occasionally معناه من حين لآخر, من وقت لآخر. Occasionally. Grandma occasionally gets suntan. Suntan اللي هو يعمل tan بس لما يقعد تحت يتشمس يعني ويعمل tan يخلي جسمه يسمر كده suntan. Men occasionally put on makeup. الرجاله من حين لاخر بيحطوا makeup. طبعا دي مش الرجاله العاديه, طبعا ده لما يكون مثلا طالع تصوير ولا حاجه في التلفزيون. فالرجاله الممثلين والناس دي عشان يظهروا بمظهر كويس بيعملوا ايه put on makeup, بيحطوا makeup. عشان كده لما تشوف ممثل شكله حلو قوي كده ما هو مش شكله كده في الحقيقه ولا حاجه, ده هو بس put on makeup. تمام. never يعني ابدا. students never go to school late. طبعا الطلبه ما ينفعش يروحوا المدرسه خالص متاخر, فهنا never go to school late. students are never late for school. هي نفس المعنى. Are never late for school. ما بيتأخروش على المدرسة أبدا. ظروف التكرار اللي هي always و usually و often و sometimes و occasionally و never دايما بتيجي إيه قبل الأفعال الأساسية, تيجي قبل الفعل الأساسي بتاع الجملة أو بعد am و is و are أو بعد إيه am و is و are. ودايما عادة بتيجي فين؟ في المضارع. اقول مثلا they always travel to Aswan. هنا كلمة travel دي ده الفعل الاساسي في حاجات قبلها. always travel. play always play. هنا he is
often quite with his friend. هنا is طالما الفعل الأساسي is يبقى تيجي بعدها. يبقى هنا ايه all ظروف التكرار دي اللي احنا قلناها بتيجي قبل الفعل الأساسي، لكن لو في am و is و are في الجملة بتيجي ايه؟ بتيجي بعدها. خلي بالنا. تمام؟ She is usually late for work. How often؟ How often معناها كم مرة؟ طبعا السؤال ده يتجاوب عليه بظروف التكرار اللي احنا خدناها. How often كم مرة؟ ممكن اقول always usually often sometimes occasionally never، وممكن اقول رقم معين. How often معناها كم مرة، او معناها how many times. How many times دايما بنستخدمها على السؤال عن مدى تكرار عمل معين في المضارع، اتكلم في الوقت الحالي. للإجابة استخدم هذه الظروف الزمنية طبعا once twice three times او اي وقت تاني. تمام. اقول how often do you go to school in a week مثلا، كم مره في الاسبوع. اقول مثلا ايه six times او once او twice او three times مثلا. كم يمكن الاجابه باستخدام هذه الظروف التكرار الاجابه؟ ممكن اقول never و always sometimes اللي احنا لسه قايلينها دي. تعالى ناخد تكوين السؤال مع بعض forming questions. طبعا في اداه الاستفهام ده اول حاجه زي how often طبعا او how many times الاثنين صح. how often do او does. طب امتى بستخدم هو امتى بستخدم does؟ طبعا do لما يكون الفاعل I و you و we و they اي اسم جمع يعني، و does لما يكون الفاعل مفرد، الفاعل مفرد هي و she و it او اي اسم مفرد. يبقى هنا اداه الاستفهام فعل مساعد، الفاعل فعل في المصدر، بعد كده بقى الجملة، بعد كده علامة الاستفهام. ده تكوين السؤال. تكوين السؤال بيتكون منين؟ من أداة الاستفهام فعل مساعد، الفاعل فعل في المصدر، وبقى الجملة. أقول مثلا how do you read a newspaper، how often do you read a newspaper، أو مثلا how many times does he take the underground. underground اللي هو ايه؟ مترو الأنفاق يعني. تمام. ناخد بالنا طالما جت في الجمله دو او داز الفعل يجي في المصدر، يعني بيتم حذف الاي اي اس او الاي اس او الاس من الفعل في السؤال لوجود داز. هو مثلا هاو اوفن داز الي هاف جيوغرافي. تمام. فعل في المصدر اهو، فبعد دو او داز او ديد كمان بيجي الفعل فين؟ في المصدر. هي هاز جيوغرافي وانس ا ويك، بياخد جيوغرافي مره في الاسبوع. هاو اوفن داز ايا هاف فرنش، كم مره ايا بتاخد فرنش. شي هاز فرنش توايس ا ويك، مرتين في الاسبوع. هاو ميني تايمز داز الي هاف بي اي بي اي، هي هاز بي اي 5 تايمز اي ا ويك. تمام. نلاحظ الفرق ما بين هاو اوفن وهوين. طبعا هاو اوفن معناها كم مره، هوين يعني متى. نستخدم هاو اوفن لما نسال عن عدد مرات تكرار الفعل معين. اقول هاو اوفن دو يو بلاي تنس، كم مره بتلعب اي تنس. اي يوجوالي بلاي تنس وانس ا ويك. لكن هوين بنستخدمها عن وقت فعل شيء معين. هوين دو يو جو تو رانينج، امتى بتروح للجري. هوين جو تو دو يو جو تو رانينج، اي جو رانينج اون ثرزدايز في ايام الخميس. تمام. فهنا وين بستخدمها لما بسأل عن ميعاد معين وقت معين. نلاحظ إذا لم نجد فعل مساعد بالجملة نتبع الآتي. إذا كان فعل الجملة مضارع وبه اسم نستخدم does ونعيد الفعل للمصدر. إزاي يعني؟ لو عايز أكون جملة مثلا أو ليه he plays football، دي جملة عايز أعمل لها سؤال، فهنا مفيش does فلازم أستخدم does إيه في السؤال. What does he play؟ طبعا الإجابة هي بلايز ايه؟ فوتبول. إذا كان فعل الجملة مضارع بدون اس نستخدم دو. يعني هو عايز يقول لك إن أنت لو الفعل مفرد خلي بالك بتستخدم داز. لكن لو الفعل اي ويو ويو ذي جمع يعني بتستخدم ايه؟ دو. زي اي جو تو سكول باي باص. هاو دو يو جو تو سكول؟
I go to school by bus. إذا كان فعل الجملة في الماضي بنستخدم إيه؟ بنستخدم did بدل do does مع كله بقى، did مع المفرد والجمع. أقول مثلا زي watched the film yesterday، هنا دي ماضي، جملة ماضي. فعشان أعمل لها سؤال أقول هو when did they watch the film؟ إمتى كانوا يتفرجوا على الفيلم؟ طبعا الإجابة إيه؟ they watched the film yesterday. هنا استخدمت did بدل إيه؟ بدل do أو does عشان دي الفعل فين؟ في الماضي. He went to the zoo، ذهب لحديقة الحيوان. لكن لو المضارع يبقى إيه؟ he goes. طيب هنا عشان ماضي أقول عايزة مثلا أقول أين ذهب؟ أقول where did he go؟ فهنا بستخدم did فين؟ في الماضي. طبعا البريزنت والباست هناخده بالتفصيل في الدروس اللي جايه. في طبعا اسئله هنا examples. What is your favorite subject؟ ايه مادتك المفضله؟ اسئله مهمه جدا. Computer studies is my favorite subject مثلا، او English is my favorite subject. When were you born؟ اين ولدت؟ Where were you born؟ I was born on August. متى ولدت؟ سوري. When you, were you born؟ I was born on August 1st 2002. How many lessons do you have a day؟ How many lessons do you have a day؟ كم درس بتاخده في اليوم او كم حصة بتاخدها في اليوم؟ We have 9 lessons a day. في اليوم. A day يعني يعني كل يوم او في اليوم الواحد. When does your mother wake you up؟ امتى والدتك بتصحيك يعني من النوم؟ My mother wakes me up early. والدتي بتصحيني ايه؟ مبكرا، بدري يعني. Does he like flowers؟ Does he like flowers؟ هل هو بيحب flowers الورد؟ ده هنا شايفين كلمة does لما جت في الأول الجملة، do أو does لما تيجي في أول السؤال دي معناها هل، تبقى معنى هل يعني. ويجي دايما عادة بعديها الفعل في المصدر زي كلمة like أهو، مع إن هي بتاخد is، he likes، لكن لما جت does فطبعا جاي بعديها الفعل في المصدر. Yes he likes أهو، شايفين واخدين بالكم؟ Yes he likes flowers very much. Is he good? Is he a good friend? هل هو صديق جيد؟ Yes, he is a good a friend. What is your first name? What is your first name? اسمك الأول. الاسم الأول. First name. My first name is Anas. What subject do you like? What subject do you like? إيه المادة اللي أنت بتحبها؟ I like English. ناخد exercise on structure. Hamdi space drink coffee for breakfast. Hamdi A. Doesn't ولا don't ولا aren't؟ طبعا ايه؟ doesn't drink coffee for breakfast، ما بيشربش قهوة في الفطار. Space does Dina get to school؟ طبعا who does ولا where؟ طبعا ولا what ولا how؟ مين يجاوب معايا؟ هنا السؤال ده على الرغم انه موجود اللي هو في الورك بوك لكن في غلط كبير جدا. هي اصلا هنا when. When does Dina get to school؟ فهي الاجابه الصحيحه when does Dina get to school؟ امتى بتروح دينا بتوصل للمدرسه؟ لكن ما ينفعش خالص اي اجابه من الاجابات اللي موجوده دي. I space get up late at the weekends. I never get up early. طبعا بيقول لك I never get up early، ما بصحاش بدري خالص في الاجازات. يبقى ايه؟ I never get up طبعا at the weekends. I never get up late at the weekends. ده طبعا خطأ. I sometimes هي الحقيقي. I always get up late at weekends. انا دايما بصحى متاخر في الاجازات. معناها I never get up early، انا ما بصحاش بدري خالص. يبقى الاجابه الصحيحه هي ايه؟ always. What time space your first lesson this morning؟ What time is your first what time is your first lesson this morning؟ she space the bus to get school. طبعا she take
ذا باص. ليه مش تيك؟ لان تيكس هنا عشان خاطر شيء مفرد. تمام. وي سبيس تو بلاي تنس افري ويك ان ذا كلوب. طبعا وي بريفير مش بريفيرز طبعا عشان دي وي جام. هي لايكس سبيس تي. هي لايكس ايه؟ هي لايكس تو درينك تي. هي لايكس تو درينك تي. سبيس دو يو جو تو سكول ليت because I go to bed late. طبعا why do you go to school late؟ ليه بتروح المدرسة متأخر؟ عشان طبعا بينام متأخر. Space you live in Alexandria. طبعا do you live in Alexandria؟ هل بتعيش في اسكندرية؟ Space you see you yesterday. Where are you yesterday؟ Where you؟ طبعا where are you yesterday خطأ. Where you؟ أين كنت؟ هنا عشان هنا ماضي. Where هي يعني عشان خاطر yesterday ماضي، فطبعا السؤال لازم يبقى في الماضي. Where you yesterday؟ I space coffee for breakfast. I like it very much. طبعا I always have coffee for breakfast. Does Maryam text her friends before she space to bed؟ طبعا before she goes to bed. Read and correct the underlined words. They not like football. طبعا they don't like football. They don't like football. What time does students come home from? طبعا students هنا يبقى what ايه؟ What time do students come home from school? Maryam watches often TV. طبعا Maryam often watch TV in bed. Often في الأول قبل إيه؟ قبل الفعل watches. تمام؟ يبقى Maryam often watches TV in bed. She always make dinner for her parents. طبعا she always makes عشان she makes the fly s. Does it important to do something different at the weekend? Is it important بدل does. Is it important هل هذا ايه؟ Is it important مش does it important. تمام عشان هنا ما فيش فعل اصلا، فطالما ما فيش فعل تمام في الجمله الاولانيه، طالما ما فيش فعل يبقى هنا الفعل المساعد او السؤال بيبقى ب is او am او are او where. تمام يبقى is it important to do something different at the weekend. How many people is in your family. طبعا how many people are in your family. People are. How many people are in your family? The exercises على lesson 1 و 2. طبعا ده الهوم ورك بتاعكم تقدروا تحلوه، ولو في اي سؤال مش عارفينه يا ريت تقولي لي في التعليقات وانا هرد عليكم على طول. ولو حد يقدر يحل الاسئله دي ويبعتها لي انا تحت امركم صححها لكم. طبعا تقدروا تحملوا الدرس دوت بي دي اف من الرابط تحت الفيديو. انتظرونا في يونت 1 ليسون 3 اند 4. اتمنى لكم كل التوفيق. باي باي، مع السلامه.